أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا الجزء الأخير من حلقة البلاد. طبعا اليوم في هذا الجزء حيكون معنا مبدئيا قبل ما نأخذ ضيوفنا حيكون معنا أيمن عمر مراسل 218 من القاهرة. أيمن مساء الخير. مساء الخير أخي الدين، ومساء الخير لكل متتبعين قناة. حياك الله. 18. نعم أيمن، اليوم في اجتماع لوفد من مصراتة والتقى بعدد من المسؤولين المصريين حول المصالحة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والغربية. أعطينا تفاصيل هذا اللقاء ومن هي الشخصيات اللي كانت حاضرة سواء كان من الجانب الليبي أو الجانب المصري. والله يا أخي عزدين، هو أول شيء من تصريح الأسامي كانوا ما يبوش يعطوا الأسامي اللجنة اللي كانت المصالحة عن طريق الجهة الغربية. إحنا نقول هو الأستاذ أبو القاسم قصيد هو اللي نعم. اليوم التقيت به عن رئيس الوفد وعن مصراتة، التقيت به في كان بعد خروجهم من الاجتماع اللي كان هم مع السلطات المصرية. نعم. وكان وقال بالحرف الواحد، هو جيت وقفت عليه وقلت له أستاذ إحنا نبغوا معنا خلاصة للموضوع اللي كنت الاجتماع عليه ونبغوا كلمة. وعدني إنه غدوة حيكون فيه كلمة منه هو بالنادي قناة 218، وقال بالحرف الواحد ان مبدئيا في اتفاق كويس، وحيكون الشعب الليبي معناه حيكون مبسوط من الاتفاقيه، وهو مازال ما تلاقوش مع اللجنه او لجنه المصالحه من الجهه الشرقيه حاليا. غدوه باذن الله بيتلاقوا الاثنين، وقال لي احنا ليبيين وما فيش حيكون فرق باذن الله، وحنتفاهموا وحتكون الامور طيبه وفي بهجه خير باذن الله للليبيين. نعم، الحديث على رئيس الأركان المصري موجود أيضا والعديد من الشخصيات، هل فيه شخصيات أخرى موجودة ضمن هذا الاجتماع اللي كان اليوم؟ لا، كانت من الجهة الغربية هي، لأنه أقصد الجهة المصرية الراعية هذا الاتفاق أو هذه المصالحة. الجهة المصرية احتمال هو، لأن قال لي عن طريق الـ 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 وزارة الدفاع هي الجهة المسؤولة على الموضوع. نعم، أشكرك جزيل الشكر أيمن عمر مراسل 218 من القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف. توجه الآن إلى السيد رجب صيدون وهو ناطق باسم حركة شباب مصراتة. سيد رجب مساء الخير. مساء الخير أستاذ الزين، في بداية تحية لك وتحية للسادة المشاهدين وتحية للساحة المراسلة. نعم، واحنا بدورنا نوجه لك ايضا التحيه ونشكرك على تواجدك معنا وقبولك دعوتنا. هل يعتبر هذا اللقاء بين المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه كسر للجليد بين المنطقتين، او ان كان هناك رأب صدع او لما ذلك؟ طبعا مما لا شك فيه، ندعم جميع اللقاءات الداعمه للمصالحه في ليبيا. نعم. اسمح لي في البدايه، اسمح لي استاذ عزيز اقول لك رايي. حركه الشباب المصراته في الاهداف الجاريه في البلاد، نحن في حركة الشباب المصراتة نرحب بكل اللقاءات الساعية لإحلال السلام والوفاق في ليبيا، ونبارك أي خطوة جادة للخروج من الأزمة الحالية. كويس. ندعم الجهود الرامية لحل الأزمة الحالية وإنفاذ اللجوء إلى أي تصعيد قد يحدث في المستقبل. وطبعا نتكلم عن اللقاء الحاصل في مصر، بكل صراحة أرى أن كل الخطوات المتسارعة في المشهد الحالي ما هي إلا قفز من الفارق المتهالك بالوعي الكامل للإسلام السياسي في المنطقة الغربية، لأن دوره قد انحصر في الآونة الأخيرة بعد ضربات الجيش الليبي له في المنطقة الشرقية. وبكل صراحة بأن الكرة المشاهدة اليوم في ملعب من يسمون أنفسهم بالتيار الوطني، وفي الحقيقة هو تيار الإسلام السياسي بعد صياغة نفسه بطريقة أخرى. نعم. وأكبر دليل على ذلك ترحيبهم بانتصارات الجيش الليبي ببنغازي والمنطقة الشرقية وانضمام جزء كبير له في المنطقة الغربية، ومما لا شك فيه أثبتت الإرادة الوطنية قدرتها على فرض نفسها في المشهد الإقليمي والدولي. كويس. رجب، لو تكلمنا عن الحل، منين يمكن أن تكون بدايته في ليبيا؟ مما لا شك فيه أن الحل لن يكون إلا ضمن مصالحة حقيقية وطنية تجمع بين كل الأطراف الفاعلة المؤسساتية، منها الأمنية والعسكرية في الدولة، والتي تبدي استعدادها للمشاركة في هذه المصالحة مشاركة سلمية، ومن خلال العودة الآن للنازحين والمهاجرين في بدون قيد أو شرط. بكل صراحة لن يكون هناك أي حل بدون السيطرة الكاملة من قبل المؤسسة على كل ربوع البلاد للخروج من الأزمة الحالية.
ومن الضروري ان انوه الى الجهود التي تقوم بها المؤسسه في دعم المصالحه بدايه من الوفد الذي ذهب من المنطقه الشرقيه ذهب الى المنطقه الغربيه لمدينه ترهونه والمدن الغربيه للملمس جراح الوطن. نعم، دور التيار الوطني رجب هل تشوف فيه يعني ضعيف امام ما اشارت حضرتك الاسلام السياسي وبعض التيارات اللي تحاول ان يستمر الوضع عليه ما هو عليه، او ان دوره جيد تشوف فيه ممكن يعني انه يقدم في شغل على الارض؟ فمما لا تكفي فيه اذا اطيحت الفرصه للسياسيين السابقين لانهاء الازمه وللتيار الوطني الحقيقي مش التيار الوطني الذي جر الليبيين لحروب خاسره ولا يخفى على احد بعض من الشخصيات كان لهم دور سلبي في الازمه الحاليه ويحاولون تكريس انفسهم في تواجه سياسيه للمدينه وفي الحقيقه هم وراء الحروب مع المدن الليبيه الاخرى. نعم. كويس. الحلول الاجتماعيه هل شايفين انها ترضي الجميع كحركه شباب مصراتة يمكن من خلالها الوصول الى نتيجه على ارض الواقع؟ مما لا شك فيه المصالحه الحقيقيه هي 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 المخرج الوحيد للخروج من الازمه الحاليه. طيب دور القضائي دور القانوني ايضا من المفروض ان يكون موجود ضمن الدور الاجتماعي. استاذ الدين انا نوهت على المصالحه التي تقوم بها المؤسسه وذكرت الجهود التي قامت بها في المصالحه والوفد الذي ذهب من مدينه أي وفد المنطقة الشرقية. نعم. الرجاء إلى مدينة ترهونة والمدن الغربية. طيب ما يمكن أن تقدم مصر في هذه المرحلة من خلال استقبالها ودعوتها لبعض الشخصيات الليبية لرأب الصدع بين الليبيين؟ مصر دولة جارة مما لا شك فيه سيكون لها دور إيجابي في حل الأزمة، وصراحة مصر كان لها دور إيجابي جدا في دعم المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية. نعم كويس. المجتمع الدولي دائما ما كانت عنده وساطة في ليبيا، هل تنجح هذه الوساطة في ليبيا لحلحلة بعض المشاكل في ليبيا أو جل المشاكل إن صح التعبير في الحقيقة؟ بكل صراحة المجتمع الدولي وحده لن يكون له دور إيجابي في ليبيا من دون الإرادة الوطنية والالتفاف حول المؤسسة لن يكون. نعم. هناك حل حقيقي سيضل الكبير. أشكرك جزيل الشكر رجب صيدون الناطق باسم حركة شباب مصراتة، كنت معي من مدينة مصراتة عبر الهاتف، والآن أرحب بالأستاذ سالم الشرع أحد مشايخ مدينة مغازي. أستاذ سالم مساء الخير. مساء النور، مرحبا بك ومرحبا بالقناة وبارك الله فيك. أشكرك وفيك بارك الله أستاذ سالم. لقاء يجمع وفد من أعيان مدينة مصراتة بوفد لاحقا طبعا منكم من المفروض عضو أن يكون في مصر من وفد من المنطقة الشرقية، مبدئيا كيف تشوف هذا اللقاء تحت مظلة مصرية شقيقة تحاول أن تحلحل أو تكون فيه رعب الصدع بين الليبيين؟ أولا لنكون صراحة مع أنفسنا. نعم. نتمنى النجاح هذا اللقاء ونتمنى النجاح هذه المصالحة، لكن بنرجع نقطة بس للوراء شوية، هل في خلاف بين القبائل الليبية في بعضها؟ لو فتشنا الأرشيف القبائل الليبية ما فيش أي وجه خلاف بين قبيلة وقبيلة. كويس. بالتالي الموضوع اللي ساير أو الخلاف اللي ساير آراء سياسية وتيارات سياسية. الأصول أن بدل من النظام الاجتماعي أو التركيبة الاجتماعية الليبية تتسيف وتقعد تحت الأنظمة السياسية وبإعازات سياسية، هذا وجه الخلاف. نحن نتمنى نحافظ على النظام هذا بالصورة المشرفة بتاعه وهو السند الوحيد للمواطن، ولو حدث فيه مشكلة أنا علاش ننشر الدشي في مصر برا؟ ليش ما نتم الصلح؟ أنا علاقتي جيدة بجميع القبائل في بعض، شنو المانع أنا ما نحلوش مشاكلنا هنايا؟ ما صدنا السياسة بتاعتنا تلفظة وقعدت برا يشوفوا في عيوبنا، تو حتى النظام الاجتماعي اللي بننشروه برا. هذه وجهة اختلاف واعره شويه بالنسبه لترتيبه القبائل في ليبيا. نعم. الوفد اللي بيطلع من بنغازي متجه للقاهره، شنو فيه بينه وبين مصراتة او اي قبائل اخرى في ليبيا؟ لا شيء.
علاقتنا جيدة فيما بعضنا رغم خلاف التيار السياسي اللي عند الأقرع من ليبيا. كويس. التيار بعد يحكي عن اتصافاته ومصالحه من كويس. منطلق هذا صار الخلاف. طيب أشرت الآن إلى أن الخلافات خلافات سياسية وليست قبلية أو جهوية حسب ما فهمت من حضرتك. نعم. هذه الخلافات السياسية كيف يمكن كسر الجمود فيها وكسر الجليد في هذه الخلافات ويمكن من خلالها أن نصل إلى نتيجة إيجابية ترضي جميع الأطراف وبالتالي تكون فيه دولة اسمها ليبيا قائمة بالشكل الحقيقي؟ ما عندناش أي مشكلة، ما فيش مشكلة ما فيهاش حل. لكن الأمثلة للحل صالح للمواطن وللدولة وللقبيلة عندما تقعد بدون أي إرشادات خارجية أو أي ضغوطات سياسية يطلع الحل من بعث من النظام الاجتماعي الليبي في حد ذاته. نعم. لكن بعدين في الأوامر السياسية والضغوطات وتعال ودمع شنو دورنا؟ أنت هل تعلم يا سيدي الفاضل أن الشريحة الوحيدة اللي في ليبيا لأنتم مثلا مسيرتش هو النظام الاجتماعي. تمام. النقطة الوحيدة اللي يرتكز عليها المواطن وبعد تصبح سياسيا حتى هي المواطن في العلبة. كويس، شنو السبب ان الدور الاجتماعي ينجح اكثر من الدور السياسي؟ الروابط اللي بين القبائل اللي بين المجتمع الليبي روابط نعم. قوية جدا. طيب ما هو السياسيين هذول اللي الان نشوف فيهم هم ابناء قبائل وابناء يعني مجتمع ليبي وبالتالي يعني يرجعوا تحت هذه المظلة اصلا. يا استاذ عزيز انا اعطيك مثل بسيط. نعم تفضل. الحرب اللي دايره في ليبيا تولها حدود 3 سنوات 4 سنوات صح ولا لا؟ نعم. وفي تكتل في الشرق وتكتل في الغرب وتكتل في الجنوب، هل انقطع العلاقات بين المجتمع الليبي ولا القبائل الليبية؟ بالعكس حتى المصاهرات تمت في 3 سنين هذه من 4 سنين هذه. يجب النوع من على رأي خطنا المصرية ما تلبس نفس العمة ونعد. يجب النوع ودورنا نحن شنو كمشايخ كحكماء كالنظام العرفي في ليبيا يجب النوع. أنا تو ماشي مصر ما له مال بجمل الوفد من مصر وفد بغا شنو بين في بين بنا لا انتوا جرافات لا سلاح لا معناها خشينه للتيار السياسي. التيار السياسي يحفر الحفره في الاول ونجينا نلبسها كنظام اجتماعي. انت اللي وسعت الفجوه بين القبائل في ليبيا، انت اللي استخدمت القبائل، انت اللي سيست المشايخ، انت اللي سيست الحكام. كويس، دوركم كمشايخ واعيان في ليبيا سواء كان في بنغازي في طرابلس في اي منطقه في ليبيا لرأب الصدع والعمل على يعني فلتره المجتمع الليبي بشكل صحيح ومشكله الان الفوه اللي اشرت لها كيف ممكن تتعاملوا فيها وكيف يمكنكم تتغلبوا على هذا الموضوع ويكون هناك مجتمع حقيقي ليبي مترابط بشكل حقيقي. تبي توصل للصورة هذه يا سيد عز الدين ويصلها المجتمع الليبي إن شاء الله بكل اختصاص يعطيه المختص بتاعه. السياسي له دور قلناها من قبل، والعسكري له دور، والاجتماعي له دور، كل فئة من المجتمع الليبي لها دور. ليش ما يتوحدوش كل هذه الفئات في مظلة واحدة وبالتالي يعملوا بشكل بخط واحد؟ يمكن تخطر يا استاذ عز الدين. نعم. الفكره كنت كمشايخ وكحكماء كيف تبين نقاوم السياسي ولا كيف نبين نقنع السياسي ولا السياسي في بيئه ثانيه؟ السياسي مسيس مسكين هذا مجاله ومقتنع بمجال معين وعنده اوامر بالحسيات هذه. انا كرجل اجتماعي او احد حكماء او احد مشايخ انا ما لي شغل الله والوطن. فكيف حنتمضي صلح بيني وبين السياسي؟ نعم. كويس. لا يمكن يصير بين الوفاق بين الاجتماعي والسياسي، لا يمكن. طيب، هل الدور القبلي، نعم، هل الدور القبلي استاذ سالم يبني دولة لما تكون التكتلات قبلية وتحركات قبلية، هل يبني دولة هذا؟ لو انضفت النية. نعم. وحطينا الوطن قدام عيوننا ومسؤوليتنا كل فرد في ليبيا، حينظف الوطن. وحينظف تنظف ليبيا بالكامل بالدور القبلي ويساند الدور السياسي وعلينا من فوق الدور العسكري. 3 أنظمة لابد تستوعبهم ليبيا في استرجاع ليبيا. نقاط الضعف في 3 أنظمة اللي أنا الآن أشرت له هي نقاط مهمة، وين تكمن سيد سالم؟ نعم. نقاط الضعف في 3 الأنظمة اللي أنا أشرت لها أين تكمن؟ تكتمل في المسرحية اللي نشوفوا فيها قدامنا. نعم. تتبين دورته وطالعين نحن بنصالح بعضنا في القاهرة. وأبسط مثل عندي تورغة مجرد نازحين قاعدين في وسط ليبيا. مرة عن قضية 4 سنين ما قدرتش الرد تورغي لحوشة أو لبيته أو لمملكته.
فكيف تقولي في توافق؟ طيب قد يكون هذا الاجتماع ضمن مواضيعه هو موضوع تورغة. استاذ عز الدين حاجتين يجب ان يكون في ليبيا، وهو الفصل الادوار. نعم. لابد كل دور له حدود معينه. لكن بعد ان الهدف انك انت تبي تخليها لي حاب العناب تبي تسيس لي حتى النظام الاجتماعي. لا اليوم مستمعين المغرب، لا بكره مستمعين في القاهره، هل الان هذا طلع من القبائل وحدها؟ ثق وتاكد القبائل ما في شيء بيناتهم ياهو. كويس، استاذ سالم بشكل سريع، اليات للحل لكل نقاط الضعف اللي الان اشرت لها. تعرف لحظه سالم يا استاذ عز الدين احترامي الشديد لك. نعم. في مثل قديم شويه يقول لك بيتعلم مشيه الحمامه والدر مشيته ومشيه الحمامه. نتيجه النظام السابق ونتيجه النظام اللي قبله واطلعوا اللي بي كلهم قادوا سياسيين وكلهم قادوا مشايخ وكلهم قادوا عسكريين كلها تخلطت. وحتريح ليبيا من بين ايدينا. حتريح ليبيا من بين ايدينا، يعني الحل بسيط قاعد قدامنا. نقابل مع بعضنا. انت السياسه والله لا نفقه فيها شيء، ولا حتى السياسيين عندنا، كم عندنا 40 واحد 50 واحد، يعني هم كانوا سياسيين كيف في ليبيا العدد هذا، كيف رضوا كانوا 40 سنه ساكتين عن النظام الدولي. لكن تو كلهم قاعدين مفكرين وكلهم قاعدين سياسيين. الحل الوحيد من قبل جدا في قناتكم المؤقته هذه. نعم. وهو فرض سيطره الكرامه على ليبيا. الجيش الوطني لابد يفرض سيطرته بالكامل. او بعد تالي حيطلع الدور السياسي وحيطلع الدور الاجتماعي. الاجتماعي دوره انه روابط القبائل في بعضها. هو انا تم الصلح في مصراتة بين الوفد القائم المصراتة ووفد المنطقة الشرقية وتم المصالحة، وسياسيا هل يرضوا اخوتنا السياسيين بالحل اللي داروه لهم المشايخ؟ مضبوط ولا لا؟ نعم. هل يرضوا بالنقاط اللي يقروها الأنظمة الاجتماعية داخل ليبيا؟ قد يكون في تنسيق بين النظام الاجتماعي وبين النظام السياسي. أنت بالأمس يوم الخميس متعاركين في بعضهم في سبيل الخميس. نعم. يجب ان نخلص الاقل تاع الدوله من الداخل. لكن انا اللي نراها ان الموضوع اجنده. السيس السياسي مسكين وما عادش اصبح حر في لقاء قراره او في اتخاذ ما يراه مناسب. تو يبي يسيس الركن الاجتماعي، والسياسه هذيك بتسيس الركن الاجتماعي فيبقى داخل. نعم. الحلقه والمواطن. نعم. ضايع عليه. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ سالم الشارع أحد مشايخ مدينة مغازي. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة البلاد لهذا اليوم. الملتقى يتجدد بكم في حلقات قادمة في أمان الله.